حصلت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام على حقوق البث الأرضي لمباريات فريق الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية بداية من اليوم بالدور الثاني. حصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام في الحصول على حقوق البث الأرضي لمباريات فريق الكرة بالنادي الأهلي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية بداية من مباراة الليلة بالدور الثاني. الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي الليلة 7 مساء على تايم سبورتس الأرضي.